متابعينا في كل مكان، انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات الباحثة عن الفوز والباحثة عن الانتصار. متابعينا في كل مكان، اتابع واتقدم واسير مع المركز الأول، اتابع من تتقدم في هذه اللحظات. وهي تبوج بهم في جوج الصحاري، تراثنا ومجادنا ورثنا خيار. شعارك يا عبيد يا بن سلمان يا الدوسري، من يتواجد مع سيد مع المركز الأول وصدارة الشوط بينما المركز الثاني. وتابع الانطلاق والاندفاع مع هذا الشعار، ومن يتواجد مناور سلمان بن عويتق الحمدي، من يتواجد مع هذا الشعار مع المركز الثاني. ثالث التحديات والانطلاق، وتابع شعارك يا ناصر يا بالعوضي المنهالي، من يتواجد مع مراد مع المركز الثاني ويغير مع المركز الثاني. ولكن وصل شعارك هنا، وتابع شعار بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، من يقدم غزيلان مع المستوى الثالث. ولكن رابع الأسماء وصل شعار جديد، شعارك يا أحمد يا بن مبارك يا الجافلة، من يتواجد مع الذهب مع المركز الرابع. خامس التحديات وخامس الانطلاقة، وتابع سياف حسين بن سعد بن علي اليومي، من يقدم سياف مع المركز الخامس. هكذا النداء الأول للخمس المراكز المتواجدة المتقدمة الباحثة عن النوماس الغالي، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى المركز الأول. شعارك يا بيشان يا محمد يا بن فهيد يا العجمي، من يقدم غزيلان مع المركز الأول وصدارة الشوط، باحثا عن الفوز، باحثا عن الانتصار، وباحثا عن النوماس الغالي في شوط الختام في هذا المساء الجميل، مساء النواميس، مساء التحديات. ولكن وصل شعار عبيد الدوسري، من يقيد سيد مع المركز الثاني. وثالث التحديات، وصل شعارك يا أحمد يا بن مبارك يا بن راشد يا الجافلة، من يقدم الذهب وذهب على ذهب يا مالك الذهب. بينما رابع الأسماء وصل هنا، وصل شعار ناصر بالعوضي المنهالي، من يقدم مراد، مراد يا مراد في هذا الشوط الكبير، شوط الختام. من لمن يا متابعين، لمن سوف يحصل على هذا الشوط الختامي؟ يا سلام، وصل في هذه اللحظات مع المركز الخامس. شعار ضد بن نايب بن مشخص القرشي، من يقدم مبلش مع المركز الخامس. هكذا النداء للخمس المراكز المتحدية والباحثة عن الفوز والباحثة عن الانتصار، والعودة إلى شعار بيشان بن محمد بن فهد الرزق العجمي، من يقدم غزيلان مع هذا الشوط الكبير، ومن يتواجد خلف هذا الشعار. ولكن مع الجانب الآخر وصل شعار، وصل شعار أحمد بن مبارك بن راشد الجافلة، من يقدم الذهب مع المركز الثاني. يا بالفوز ويا بالانتصار يا بالنوماس الغالي، نتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في هذا الشوط، الشوط الكبير وشوط الختام. بينما مع الجانب الآخر شعار عبيد بن سلمان الدوسري،
يقدم سيد مع المركز الثالث المركز الرابع وصل شعار كل من هالي من يقدم لنا هنا مراد مع المركز الرابع جاوز اللي تبي تجاوز والتجاوز مسموح في هذا المجال في هذا المجال العودة إلى الذهب والعودة إلى مراد العودة إلى الذهب والعودة إلى مراد الذهب معك يا أحمد يا بن مبارك يلجاف له من يتواجد مع هذا الاسم الكبير ولكن المنهالي أبناء الإمارات من غيروا على الصدارة ولكن مع الجانب الآخر الدوسري مع المركز الأول غير على الصدارة غير على المقدمة ولكن المنهالي ما طاع يسلم مع هذا الشوط الكبير ما طاع يسلم مع هذا الشوط الغالي شوط الختام الله يا مراد الله 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 يا ناصر يا بالحوضي يا المنهالي من يقدم لنا مراد مع المركز الأول ولكن وصل شعار جديد وصل شعار جديد شعار بعد بن نايف القرشي الكيلو متر الأخير الكيلو الأخير الكيلو المثير يا بابا 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 اللحظات الأخيرة اللحظات الكبيرة الفاصلة عن الفوز والفاصلة عن الانتصار ولا زال مراد مع المركز الأول مع الفوز مع الانتصار إن لم يكن رأي آخر لشعار عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي من يقدم لنا جير مع المركز الثالث ولكن المنهالي المنهالي صامد المنهالي صامد يا بالفوز يا بشوط الختام يا بالنوماس يا بالنوماس يا السلام مع شوط الكبار شوط الكبار وين وين الفوز وين الانتصار المنهالي مع الصدارة مع الصدارة مع المركز الأول ولكن وصل شعار عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي المركز الثالث شعارك يا فراج العبد الرحمن بن مشعل المغيري اللحظات الأخيرة اللحظات الكبيرة أبناء الإمارات أبناء المملكة اللحظات الأخيرة أبناء تبوك الورد يحاولون الله غيروا مع فراج غيروا مع فراج غيروا مع النوماس الغالي إذن متابعينا مشاهدينا الكرام تهانينا والنوماس على هذا الانتصار وهذا الفوز مع المضمر عيد بن عواد إذن متابعينا مشاهدينا الكرام تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز الكبير العبد الرحمن بن مشعل بن إبراهيم المغيري على فوز فراج المركز الأول المركز الثاني وصل شعار بندر بن محمد الدهازي الحتيبي من قدم مفتاح بين مثالث الأسماء وصل شعار ناصر بن حوضي المنهالي من قدم مراد مع المركز الثالث رابع الأسماء المركز الرابع وصل شعار عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي من قدم الجير بين مرابع الأسماء المركز الرابع المركز الخامس وصل الشعار فهد بن نايف بن مشخص القرشي من قدم مبلش مشاهدينا الكرام الداني والنماس عبد الرحمن بن مشعل بن إبراهيم المغيري على فوز فراج في المركز الأول وشوط الختام التوقيت الزمني 8:25 61 جزء من الثانية تهانينا والنوماس بينما ثاني الأسماء وصل شعار بندر بن محمد الدهاسي العتيبي من قدم مفتاح مع المركز الثاني والتوقيت الزمني 8:26 15 جزء من الثانية تهانينا والنوماس بينما ثالث الأسماء وصل شعار ناصر بن عوض المنهالي من قدم مراد والتوقيت الزمني 8:28 66 جزء من الثانية بينما المركز الرابع ثبت البرق على راسه
الأخير مع المركز الرابع والتوقيت الزمني 8 دقائق 29 ثانية 92 جزء من الثانية. تهانينا والنماس لسعود بن فهيد بن مبارك الرملان. إذن متابعينا مجاهدينا الكرام المركز الخامس شعارك مبلش والتوقيت الزمني 8 دقائق 30 ثانية 5 أجزاء جزء من الثانية. تهانينا والنماس لسعود بن فهيد بن مبارك الرملان. إذا تهانينا والنماس لجميع الفائزين.